حياكم الله مشاهدينا الكرام في بمنا شؤون البلديات التاريخي، أحد الشواهد الهامة على عراقة العمل البلدي في البحرين. سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أكد أن إعادة إحياء المبنى التاريخي للبلدية يأتي تعزيزا للمكانة التي يحظى بها العمل البلدي. تشرفنا بالزيارة الميمونة لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الزراعة حفظ الله ورعاه لمبنى شؤون البلديات وتوجيهات سموه الكريمة بعد تأهيل المبنى والمحافظة على ملامحه التاريخية والعمرانية. هذا المبنى يترجم ويعكس عمق العمل البلدي في مملكة البحرين الذي يمتد تاريخه إلى أكثر من 104 عوام. عام 1919 تأسيس بلدية المنامة كأحد أول البلديات في مملكة البحرين ومستوى المنطقة، أيضا الدعوة إلى أول انتخابات مجالس البلدية قبل 99 عام يعكس عراقة المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي. توجيهات سموه حفظ الله ورعاه الاهتمام بهذا المبنى كأحد المعالم التي تعكس عراقة العمل البلدي، وإن شاء الله سيتم توجيهات سموه موضع التنفيذ بإذن الله. وشهد مبنى شؤون البلديات أول انتخابات في تاريخ مملكة البحرين والتي أجريت عام 1924، كما شهدت قاعاته اجتماعات الحكومة آنذاك. ومن المقرر أن يتم ترميم مبنى شؤون البلديات التاريخي خلال الفترة القادمة، وسيضم متحفا عاما يحكي تاريخ العمل البلدي. هدف من هالمشروع هو الحفاظ على الهوية، الحفاظ على الطابع والثقافة طبعا. عندنا الواجهة الأمامية تم التركيز عليها بشكل كبير، ومن أهم المكونات فيها واللي ترجع حق الفترة السابقة الساعة، وهذه من نشوفها احنا موجودة في العمارة البحرينية في المباني في ذيك الفترة في الخمسينات، فراح يتم التركيز عليها. من رجع البساطة اللي كانت موجودة في المبنى، يعني القواس اللي تم إضافتها راح تزال. عندنا الكورنيش اللي موجود على السطح العلوي راح يزال، وبتم التركيز ان نرجع الاعمده الموجوده في الواجهه الاماميه كما كانت في السابق. وطبعا اللون راح يكون مستوحى من اللون الاصلي للمبنى، بحيث ان نرجع الطابع العام للمبنى واللمحات المعماريه السابقه.